مين رفع صوته يردد هالجماد رفع صوته يردد هالجماد والله وسبعا عام فالخوه وفي ذبح طلي لا قلت وينك يا فلاح الاجتهاد الاجتهاد قلبت يا ابو محمد واترك الباقي على وانا سمي كل ما قررت ازيد افلح وزاد والفرق ما من فرق بين الشافعي والحنبل ابشر بعزك واحتزم في سلم ولا في جهاد والضعف ما هو بالكي يا بالريفة ولا هو بلي انت ابن اخينا ومن حقك تهزلك تصادق لكن انا يم العليا وانت يم العبد لي انت ابن اخينا ومن حقك تهزلك تصادق انت أبشرك لا طيحت سنافي ولا كبوة جواد ادوى المرض موجود والدكتور حال صيدلي انا ليا مني شعمت النار ما ترجع رماد وانتم بني قحطان نار كل ساعة تسطلي
وابشرك طيب ومتعافي وحظي معتلي وابشرك طيب ومتعافي وحظي معتلي جيتنا معي العجل وابشرك طيب ومتعافي وحظي معتلي وجيتك قدم عذرنا حنا جبال الكون يوم اهتزت سبع شداد نقول يا ربي ما قلنا يا حسين ويا علي نقول يا ربي ما قلنا يا حسين ويا علي حنا جبال الكون اهتزت سبع شداد حنا سمعنا اللي سمعته والله اعلم بالوكاد اصدور خلق الله من اسبابك تغيظ وتمتلي اراد خلق الله من اسبابك تغيظ وتمتلي حنا سمعنا اللي سمعته انتم جبال الكون واعتيب على وسق الشداد ما يرحمد الله وشكره ونعم بظل الفيصلي ما رحمد الله وشكره ونعم بظل الفيصلي انتم جبال الكون واعتيب على وسق الشداد الفرق واضح بين مفهوم الثناء والانتقاد وانا عارف منزلك وانت لا تجاهل منزلي